حادث هو الثاني خلال يومين، غارة بمسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لنازحي رفح إلى 40، وصور حصرية للحدث ترصد أثر احتراق الخيام. دون الكشف عن تفاصيلهما، إعلام إسرائيلي يتحدث عن عرضين لتحريك مفاوضات الأسرى وحماس تشترط وقفا دائما لإطلاق النار. البرلمان الإيراني يفتتح دورته الجديدة اليوم، والمحافظون يتنافسون على رئاسته. ومرحبا بكم إلى ساعة أخبارية جديدة برفقتنا مع قناة الحدث. أفادت مراسلة الحدث باستهداف غارة إسرائيلية لدراجة نارية في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط إحدى مسيراته في جنوب لبنان، وفيما أكد إطلاق تحقيق بالأمر قال بأن لا خوف من تسرب معلومات عسكرية من المسيرة. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عدة مباني تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان في منطقة يارون ومقاتلي الحزب في بلدة حولة. وأشار البيان إلى أن الأهداف التي ضربها الجيش شملت منشأة لتخزين الأسلحة في ميس الجبل وبنية تحتية عسكرية بالخيام. وصباح اليوم أعلن حزب الله استهداف موقعا في مستوطنة مرجليون، فيما أكد مراسل الحدث إصابة مبنى ووقوع أضرار جسيمة. وللحديث أكثر عن المزيد من التفاصيل حول هذا الاستهداف من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف. ناهد، أهلا بك معنا لليوم الثاني على التوالي. كما تابعنا في الخبر، مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة، ما هي الأضرار؟ هل من قتلى وضحايا نتيجة هذا الاستهداف؟ نعم جزال، بالفعل سقط قتيل جراء هذه الغارة الذي كان يقود هذه الدراجة، ولكنه مدني وليس من عناصر حزب الله. الحصيلة النهائية هو مقتل الشخص الذي كان يقود هذه الدراجة النارية وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، أحدهم في حال خطرة. سبب وراء عدد الجرحى الكبير جزال هو لأن الغارة حصلت في مكان يكون فيه عادة أعداد من المدنيين، خصوصا وأنه في بنت جبيل، هي ليست بلدة حدودية، لذلك هي ليست خالية، وأيضا لأنها حصلت على مدخل أو قريب من مدخل مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، ولذلك كان هناك عدد من المدنيين في تلك المنطقة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بالإضافة إلى أضرار في مدخل المستشفى في بنت جبيل. هي ليست الحادثة الأولى من نوعها في الآونة الأخيرة جزال، بس ما نشهد استهدافات لدراجات نارية، يعني سابقا كنا بداية الاستهدافات للسيارات في الآونة الأخيرة أو حتى للمباني، يعني بعينها لمباني معينة. نعم صحيح، ولكن في الأسبوع الأخير بدنا نشهد استهدافات بدراجات نارية مكثفة. يوم أمس 3 دراجات نارية تم استهدافها في الناقورة وفي حولة وفي عيت الشعب، أيضا أدت إلى سقوط قتلى، يعني لذلك بات اليوم يتركز أيضا على الدراجات النارية، رغم أن معظم الذين يقودون أو يكونون على هذه الدراجات ويتم استهدافهم هم من العناصر وليسوا قياديين في حزب الله، ولكن إسرائيل تواصل غاراتها لاستهدافهم في مختلف المناطق. اليوم كان هذا الاستهداف ولكنه أدى إلى مقتل مدني وجرح آخرين، بالإضافة إلى أحد
الجرحى حالتهم خطيرة جدا أو حرجة جدا وأدخل إلى المستشفى. كانت هناك أيضا بعدها غارة إسرائيلية على بلدة عيتروس استهدفت منزلا أيضا، وكانت تحركت سيارات الإسعاف إلى تلك المنطقة في حال كان هناك من إصابات أم لا، هذه المعلومات يعني غير متوفرة حتى الساعة. بالمقابل حزب الله وكما كنت ذكرت قام باستهداف مارجليوت ردا على هذه الاستهدافات التي كانت حصلت، وخصوصا يوم أمس الذي كان يوما عنيفا بالغارات، سلسلة من الغارات التي لم تتوقف حتى ساعات ما بعد منتصف الليل. بالمقابل كان هناك أيضا سلسلة من العمليات لحزب الله استهدفت مبان في مستعمرات إسرائيلية. حتى يعني الجيش الإسرائيلي يقول بأنه قصف مخازن أسلحة، هل من تعليق على استهداف المباني التحتية ومخازن الأسلحة من قبل حزب الله على ما صرح به الجيش الإسرائيلي؟ حزب الله لا يعلق أبدا على ما يقوله الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب. كل التصريحات يعني كلما نفذت أو غار طيران الإسرائيلي على أي مكان يقول بأنه استهدف إما أماكن أو بنية تحتية أو مخازن سلاح لحزب الله إن كان في الجنوب أو خارج الجنوب، ولكن حزب الله لم يعلق حتى اليوم على أي من هذه التصريحات. كانت الغارات التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي هي في ميت الجبل، وبالفعل يوم أمس حصلت سلسلة من الغارات في بلدة ميت الجبل، ولكن لم يكن هناك من إصابات، كما أنه لم يكن هناك تعليق لأحد أو لحزب الله عن ماهية أو ما الذي تم استهدافه في ميت الجبل. قد يكون بالفعل مخازن سلاح أو قد يكون هذا هي رواية الجيش الإسرائيلي التي لا تصيب دائما بحسب الاستهدافات التي يقوم بها في جنوب لبنان. لذلك طبعا يعني هذه المعلومات لم يعلق عليها حزب الله يكتفي في إصدار بيانات حول الاستهدافات التي يقوم بها أو العمليات التي يقوم بها باتجاه إسرائيل، وهو اليوم كان قام بثلاثة عمليات. واحدة استهدفت المالكية، موقع المالكية، حيث قال بأنه استهدف بالصواريخ الموجهة والمدفعية الآليات الإسرائيلية في تلك النقطة والتجهيزات الإسرائيلية، بالإضافة طبعا إلى استهدافه أيضا مستعمرة مارجليوت. أيضا ننوه بهذا العاجل كما تفضلت ناهد بأن هناك قتيل وعشرة جرحى باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية قرب مستشفى في بنت جبيل جنوب لبنان. نشكر لك كل هذه التحديثات وهذه التفاصيل التي وفيتنا بها من بيروت. كانت معنا مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف. أعلن الدفاع المدني في غزة ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على مخيمات نازحي رفح إلى 40 شخصا وعشرات المصابين. وقالت صحة غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بمنطقة ادعى بأنها آمنة، مخلفا بذلك عشرات القتلى والمفقودين. وأضافت أن طواقم الإسعاف عاجزت عن نقل قتلى وجرحى استهداف خيام النازحين لعدم وجود مستشفى في رفح يستوعب الضحايا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت عددا كبيرا من القتلى والمصابين. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الخيام تقع في مخيم نزوح أقيم حديثا بمنطقة شمال غرب رفح، مبينة أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو 8 صواريخ على الخيام وأن من كانوا بداخلها احترقوا حتى الموت. هذا وقد رصدت قناة الحدث أثر احتراق خيام النازحين في رفح جراء الغارة الإسرائيلية، فضلا عن عمليات البحث عن الضحايا. مع استمرار الإبادة الجماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال على مجزرة كبيرة مساء هذا اليوم في محافظة رفح، حيث استهدف المواطنين وهم آمنين في أماكن سكناهم
في منطقة رفح في الخيم. هذه المنطقة اعتبرت منطقة آمنة، وجيش الاحتلال تم استهداف هؤلاء المواطنين، منهم عدد كبير أصيب وأكثر من 35 شهيد، جلهم الأطفال والنساء والشيوخ. ووصلت الجثث إلى المستشفيات الميدانية عبارة عن أشلاء مقطعة ومتفحمة. ومن الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات الميدانية في محافظة رفح إصابات خطيرة جدا، ومنها أصيب بحروق كاملة. هذا ناهيك على أن المنظومة الصحية في محافظة رفح معظم مستشفياتها خرجت عن خدمة صحية. من جهتها وضعت وكالة الأونروا شارة سوداء على شعارها على منصة إكس، وقالت إن المعلومات الواردة من رفح عن المزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة، واصفة غزة بأنها جحيم على الأرض، وأن ما حدث الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك. وقالت الوكالة إنها فقدت خط اتصالاتها مع موظفيها على الأرض، مبينة أنها غير قادرة على تأكيد موقعهم، وأعربت عن قلقها على سلامتهم وجميع النازحين الذين يحتمون في هذه المنطقة، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن ولا أحد في أمان. من جهتها اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل باستهداف مركز للنازحين عمدا في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وقالت في بيان أن ارتكاب الجيش الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحدي لجميع قرارات الشرعية الدولية. وطلب البيان المجتمع الدولي بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. قالت الفصائل الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي نفذ مجزرة شمالي غرب رفح في مدينة رفح في منطقة قال إنها آمنة، مضيفة في بيان نشرته حركة حماس أن تلك الجريمة انتهاك صارخ وفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية. وحملت الفصائل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية واصفة إياها بأنها شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح لاستمرارها في الدعم العسكري لإسرائيل. وأشار بيان الفصائل الفلسطينية إلى أن المنطقة المستهدفة مكتظة بخيام تأوي مئات الآلاف من النازحين، وهو ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي إن الإدارة الأمريكية على علم بالهجوم على رفح الفلسطينية، مضيفا أن البيت الأبيض يجمع المزيد من المعلومات حول الغارة في رفح التي شنها الجيش الإسرائيلي على مجمع لحماس في رفح، والذي قتل فيه 2 من كبار أعضاء مقر حماس بالضفة الغربية. قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيبي بوريل إنه يجب تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر الأسبوع الماضي بشأن غزة، وأضاف بوريل أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية التي طلبت محكمة العدل الدولية وقفها، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث كيفية التعامل مع تنفيذ حكم العدل الدولية بشأن غزة. وكشف بوريل أنه وخلال مناقشة إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في رفح بأنها مطروحة على الطاولة، وأكد بوريل أن أي مهمة أوروبية في رفح ستكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة تجاوز 100 صحفي. وأضافت المنظمة أنها رفعت شكوى ثالثة أمام الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد صحفيين فلسطينيين في غزة، مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بإجراء تحقيق في مقتل 9 صحفيين فلسطينيين على الأقل بين 15 أو بين 15 من ديسمبر والعشرين من الشهر الجاري. كذلك أشارت المنظمة إلى أن لديها قناعة تستند إلى أسباب معقولة لاعتبار أن بعض الصحفيين قتلوا عمدا بغزة. قال
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب قدمت للوسطاء عرضين لتحريك مباحثات صفقة تبادل الأسرى. هذا ونقلت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس حتى قبل أن تنضج. وقالت مصادر الصحيفة إنه إذا تلقى مجلس الحرب الإسرائيلي عرضا لصفقة تبادل أسرى فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار قولهم إن نتنياهو يعمل على تجنب مناقشة المرحلة الأولى من الصفقة ويرفض أي وقف للحرب، وهو ما يثير قلق الوسطاء. ولفتت يدعوت أحرونوت إلى أن مكتب نتنياهو هاجم فريق التفاوض وقال إنه أعطى له مرارا وتكرارا تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح الرهائن، بينما تواصل حماس المطالبة بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. هذا وكانت وسائل إعلام نقلت عن القيادي في حركة حماس علي بركة قوله إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وأكد بركة أن حماس أبلغت الوسطاء بوجوب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أن أي عرض جديد يجب أن يشمل بخلاف وقف إطلاق النار عودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. اقتحمت قوات إسرائيلية فجر اليوم بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة الغربية وأحرقت عددا من المركبات، كما استولت على عدد آخر فيما اندلعت اشتباكات بالرصاص. وقبل المتابعة ننوه مرة جديدة بهذه العواجل، النائب العام العسكري الإسرائيلي يقول بأنهم يحققون في واقعة غزة الجسيمة جدا، ويقول نأسف لتضرر المدنيين. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 3 انفجارات دوت في دير الزور شرق سوريا تزامنا مع تحليق مسيرات مجهولة، ولم تتضح طبيعة الانفجارات التي وقعت في منطقة حدودية بين سوريا والعراق والتي تشهد انتشارا لميليشيات موالية لإيران. حذر ديفيد كاردن وهو نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا من أن 160 منشأة صحية ستغلق أبوابها بحلول نهاية يونيو المقبل. نحن نعلم أن 160 منشأة صحية ستغلق أبوابها بحلول نهاية يونيو إذا لم يتم تلقي التمويل، ونعلم أن هناك 3,600,000 شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، ولم نتمكن إلا من استهداف سوى 600,000 شخص، لأنه إذا لم نستهدفهم فسوف ينزلقون إلى المجاعة. صارت عدد النازحين أكثر من العدد اللي ساكنين بمناطقهم وببلادهم، نحن النازحين صار عددنا كبير ما بينحصر، يعني 3/4 سورية وأكثر تهجرت ونسحت، إلى هالشيء الناس صارت تتحكم فينا، إنه صاروا يعطونا الساعة بعشر ليرات، يعني بسعر ماش بلاش مشان العالم كلها تشتغل، وكلها لأنها مجبورة وما عندها شيء تطعم أولادها عم تضطر بتشتغل بهالسعر الرخيص كرامي لحتى تعيش أولادها. تكون في أراضي كتير يعني ما راح تستعمل، راح تضل بور، يعني نحن إلا بور ما راح نقدر نزرعها، وفي عنا آبار كتير واقفة ما عم نقدر نشتغلها كرمال قلة الدعم. يعني نتمنى أن يكون الدعم في يعني استدامة أطول، دعم مشاريع طويلة الأمد مثل مشاريع الأنفاق، مشاريع بيوت بلاستيكية، مشاريع تربية أبقار، مشاريع يعني يكون دعمها دائمة شتوي صيفي يعني تكون.
في وقت عصيب يمر بالهيئة الحاكمة في إيران، يبدأ البرلمان الإيراني الجديد اليوم أعماله للدورة 12، وذلك بعد أسبوع على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع 7 من مرافقيه. هذا وألقت وفاة رئيسي بظلالها على الأيام الأخيرة للبرلمان السابق الذي عقد جلسته الختامية يوم الثلاثاء الماضي، وذلك وسط انشغال البلاد بجنازة الرئيس من مدينة تبريز شمال غرب البلاد. هليكوبتر بود یه چیز زردرنج دو تا آبی آقای آلاش صدای منو دارید حالتون خوبه یعنی دور و بر شما نیستن از خدید به بعد ما عقل نه هليكوپتر تو شب تا حاضر هر بار با بی نفر اردو گوه این چیزا دور میاد یه صدای شنیدم واش سواش 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 مستند روایت سانحه امروز از خبر 14 شبکه 1 و خبر 3. سه هلیکوپتر بود یه چیز زردرنج دو تا آبی آقای آلاش صدای منو دارید حالتون خوبه یعنی دور و بر شما نیستن از خدید به بعد ما عقل نه هلیکوپتر تو شب تا حاضر هر بار با بی نفر اردو گوه این چیزا دور میاد یه صدای شنیدم إلى الملف السوداني، حيث اعتبر مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور أن ما يجري في مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور له دوافع عرقية وليس سياسية، وأضاف مناوي أنه سيخاطب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن ما يحدث في الفاشر من أعمال عسكرية عنيفة. من جانبها حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة يواجهون وضعا إنسانيا مروعا جراء القتال الدائر هناك. إلى ذلك أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن حصيلة القتلى في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ارتفعت إلى 134 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضحت المنظمة أنها عالجت 979 مصابا بالتعاون مع وزارة الصحة في مستشفى الجنوب بالفاشر منذ بدء المعارك. ابقوا معنا مشاهدينا لمتابعة المزيد من الأخبار دقائق قليلة ونعود إليكم. دبلوماسي مصري حائز على الدكتوراه في القانون الاقتصادي الدولي، مثل بلاده في سفارات واشنطن ونيويورك وعواصم أوروبية مختلفة. كيف عشت أجواء بعد حركة الضباط الأحرار؟ كان سفيرا لمصر في منظمات إقليمية ودولية، وترأس المجلس المصري للشؤون الخارجية. تأميم قناة السويس لم يتم التشاور حوله مع أحد حتى أعضاء مجلس قادة الصوت. الدكتور منير زهران السفير المصري الأسبق. كيف انقلب المشهد لصالح عبد الناصر إن كان في مواجهة اللواء محمد نجيب أو في مواجهة الإخوان؟ الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:15 على شاشة العربية. معارك بارية ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العلاقة تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟
تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. تدخل اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم سريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس،
بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة. نحلل ونفصل أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ننتقل وإياكم إلى أديس أبابا، حيث تعقد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية تقدم مؤتمرها التأسيسي. هي كانت بالتواصل مع ممثلي المجتمع الدولي والمنظمات في تيسير وعمليات اللوجستية كلها، وعملوا عمل كبير جدا جدا. كل اللجان دي اجتهدت، بذلت جهد كبير جدا جدا، نشكرهم على ذلك. يعني أوصلوا الليل بالنهار، وكل الجهات اللي تعاملوا معها كانت تتعاون معهم تعاونا كبيرا. وطبعا ده كله لعدالة قضيتنا ولدعم كل الجهات لثورة الشعب المجيدة. المؤتمر التأسيسي نحن في البداية قررنا له 1200 مشارك، نزلت ل 670 في اجتماع نيروبي في ديسمبر الماضي. وطبعا كنا يتم التصعيد للمؤتمر بالآليات المذكورة. القوى السياسية والحركات عندها 100 جايين من الولايات بالمعايير اللي تكلمنا عنها، وعندهم 30 للأجهزة القيادية المركزية، المهنيين والنقابات مجموعة، ولجان المقاومة مجموعة، والمجتمع المدني كل مجموعة في ديل عندها 50 جايين من الولايات بالثقل السكاني، بيجيبهم اللجان التمهيدية تكلمنا عنها كل هؤلاء 250. مراكز المهجر فيها 25 مركز، العدد المصعدين كان محدد لهم 125، وبالمعالجات أضيفت 10 بقت الجملة 135. المجموعات الفئوية العدد الكلي 200، في النازحين واللاجئين من المعسكرات الكبيرة معانا، مفروض يكون وصلونا هنا 30 منهم. المزارعين والرعاة، تمثيل يشمل كل ولايات السودان، الإدارة الأهلية ورجال الدين، سعينا للشمول بالقدر الممكن. المجموعات النسوية حصل فيها جهد كبير عشان نجيب المنظمات وتمثيل المنظمات النسوية الفاعلين في الولايات والمنظمات العاملة بشكل قومي، وتمييز إيجابي للمناطق المهمشة. وده في تمثيل المجموعات النسوية بهذا الشكل الذي يشمل كل أنحاء السودان من الإصلاحات الجوهرية التي تقدمها تقدم للحركة السياسية السودانية. كذلك من الإصلاحات الجوهرية عندنا والإضافات والتوسعة والشمول، القائمة بتاعت قادة الرأي وممثلي المجتمع والخبراء، ودي عندنا اسمها قائمة حمدوك، هو الذي دعاهم، و30 شخصية قيادية تعطي ألقا وإضافة وقوة وتعضيد لهذا الجمع الكريم. عندنا طلبات انضمام لتقدم، تم تكوين لجنة غربلت هذه الطلبات، كانت فاقت 80. اللجنة دي كانت معنية في الغربلة بتاعتها في إنه تضم أجسام إضافية عندها وجود حقيقي، وتوصلت ل20. تم دعوتهم، وآمل أن يكونوا قدروا يصلوا ويكونوا حضورا معنا الآن. طيب، الجملة بتاعت الأرقام اللي تكلمت عنها دي تبلغ 635، يضاف لها الهيئة القيادية من 70، الجملة دي 705. طيب، نجي نشوف الحتة جابت المشاكل.
الخطوط الأثيوبية تم التعاقد معها وطلبت تسلم القوائم بتاعت المشاركين، القوائم النهائية بالمعلومات التفصيلية بتاعتهم قبل أسبوعين من يوم الافتتاح. وطبعا في عوامل كثيرة أنا أذكر أبرزها الآن أدت لتأخير تسليم هذه القوائم في الوقت المطلوب. فأول شيء التأخير حسم القوائم نفسها، لأنه في تباينات كثيرة بين الناس اللي هنا والناس اللي هناك والمكونات المختلفة داخل المجموعات تقدم نفسها، في تباينات بينها ومن مثلا نحن عندنا ما بين القوى السياسية والجبهة الثورية، وعندنا ما بين المجتمع المدني المركزي والولائي مع المجموعات النسوية، وعندنا تباينات داخل لجان المقاومة، في مشاكل تنظيمية بين التنسيقيات، وفي مواقف تجدد بعد الحرب. ومن الذي يقرر في مسألة التمثيل؟ المهنيين والنقابات، الأجسام المركزية والولائية. الإشكالات دي إشكالات موضوعية لأجسام حقيقية بعمل مدني، ما في رؤية فرد بطريقة فوقية دائرة بطراد الناس. عشان كده تعاملنا بجدية واهتمام مع هذه التباينات العديدة، وأنا أعتقد بروح الفريق وروح الحوار والمصلحة الوطنية العليا وتقدير الظرف اللي فيه بلدنا الآن وشعبنا الآن أمكن تجاوز كل هذه العقبات. وده طبعا كلفنا زمن أدى لتأخير القائمة، لكن نحن في النهاية ولله الحمد اتفقنا تماما، وبيننا علاقة أخوية ومودة وأخاء، نسأل الله أن يعضده ويقويه لأجل مصلحة هذا الشعب الكريم. طيب، طبعا في عوامل تانية عملية موضوعية. نحن كلنا ما في ظرف طبيعي، نحن في ظرف حرب، وكلنا مشردين ومشتتين ونازحين ولاجئين كلنا. ولذلك اجتماعنا ده ذاته ما في ربوع الوطن، نحن بنجتمع خارج الوطن. دي كلها ظروف موضوعية. طبعا الاجتماع ده لو كان في السودان ما كان بيعمل لنا كل هذه التعقيدات، ولكن دي كلها ظروف موضوعية أدت لهذه الإشكاليات التي نتحدث عنها، إضافة للاعتقال والتوقيف الذي تكلمت عنه الآن. طيب، التذاكر صدرت لحوالي 650 من العضوية المفروض تحضر، والحضروا ومتوقعين حتى هذا الصباح حوالي 520. طبعا لسه في ناس بيجوا، ونحن حنتابع بدقة الذين وصلوا والذين لم يصلوا، لأن ما وصلوا ذلك هم أعضاء للمؤتمر، ونحن حنتابع الكلام ده ونسعى لمشاركتهم عبر الأسافير عشان يكونوا جزء من المؤتمر. والمؤتمر ده في حقيقة تانية، دي ما نهاية المطاف، نحن بنبدأ من هنا لأنه في عمل مدني كبير لازم أن يستمر، وهم لازم يكونوا جزء من هذا العمل. وطبعا في قوائم أصلا مفترض إنها تشارك إسفيريا، في ناس ما كان من ظروفهم من التقديرات الأعداد مرتب لهم أصلا بالمشاركة الإسفيرية، فأنا آمل متفق عليه وتم ترتيبه، وآمل أن تتحل كل العقبات الفنية عشان تكون مساهمتهم معنا هنا عشان نشارك كلنا في هذا اليوم الكبير. طيب، أنا برضو دار أقول المؤتمر التأسيسي لتقدم بهذا العدد وهذه التركيبة هو حقيقة نقطة تحول كبيرة في الواقع السياسي السوداني، وكذلك نقطة تحول في تكوين التحالفات المدنية. الكلام ده يحصل لأول مرة في تاريخ السودان، إنه نستطيع نقول بفم مليان إنه ده البناء المدني الأوسع الأمتن الأكثر فاعلية في كل تجارب التحالفات المدنية، فهو يتبنى المشروع المدني لثورة ديسمبر المجيدة، ويمزج بين الحزبيين وغير الحزبيين، ويمزج بين المنظمين وغير المنظمين من أصحاب الفاعلية السياسية، ويمزج بين الحديث والتقليدي، ودي تركيبة المجتمع السوداني، ويربط بين الداخل القابض على الجمر والخارج أصحاب الخبرات والتجارب والشايلين الكثيرين مننا. وكذلك نقطة البناء القاعدي عندنا الآن صرح يقوم على أعمدة متينة يتبنى المشروع المدني
ويعكس تنوعنا الخلاق. فهذا المؤتمر زي ما قلت بداية لعمل مدني كبير يجب أن يستمر عبر المراكز الـ 18 في الولايات والـ 25 في الخارج، وتشرف على تأسيسها الأجهزة الجديدة لتقدمه. الختام أخص بالشكر الجزيل الدول الصديقة للشعب السوداني التي دعمت ثورته وانتقاله وقدمت الدعم اللوجستي لهذا الاجتماع، ويتعاملون معنا جميعا وفق أجندتنا ومصالح شعبنا، لا إملاء ولا فرد رأي. والناس اللي بيقولوا لنا الدور الأجنبي، نحن عارفين الموقف الوطني، وهم لو جابوا لقوا أفراد ممكن يملوا عليهم أي حاجة، لكن ناس بهذا الجمع وهذا التكتل وهذا الحشد وهذا الوعي وهذه الرؤى كيف يملى عليهم شيء أصلا؟ نحن نلتقي في أجندة واضحة جدا: السلام، إيقاف الحرب، الحكم المدني الديمقراطي، والإصلاح والبناء المؤسسي. هذا الوعي أدركته مش الناس موجودين هنا في واحد من معسكرات النزوح زمان في قبل الثورة، وواحد من جماعة المؤتمر الوطني قال لها أنتوا كيف تقبلوا الدعم والمساعدة بتاعت الكفار؟ قالت لها ولدي كافر اللي اغتصبنا وحرق قرانا وضربنا بالطيران، ولا كافر ساعدنا بالغذاء والكساء وجبس مننا في معسكراتنا. الشكر للجهد المبذول كذلك في الجانب ده من دكتور حمدوك ومن اللجنة اللوجستية في عملية التنسيق والتمويل، والشكر كذلك لمنظمة جي بي جي، ومؤخرا منظمة بيلد أب للدعم الفني واللوجستي والتعامل الأخوي. وأخيرا أشكر كل أعضاء اللجنة التحضيرية وفريق أديس الذين بذلوا جهدا جبارا، وأكرر اعتذاري للكرام الأفاضل الذين لم يلحقوا بنا، وفك الله أسر الذين تم اعتقالهم والمعتقلين قبل ذلك، وفك الله أسر الوطن من كل ما يحيكه به ويفعله فيه روح الأشرار. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. ولما قال المجتمع الدولي كلمته أنه ولت أزمان التدخل المباشر في الدول، جاز لهم دعم المدنيين لأسباب بسيطة جدا: الإيمان بثورة الشعب السوداني ورؤيتهم بأن هذا الشعب مصر جدا على التحول المدني الديمقراطي. لذلك كانت شعارات الثورة: حرية، سلام، وعدالة، مدنية، خيار الشعب. نحيي الثوار والثائرات ونترحم على أرواح الشهداء عبر تاريخ النضال الطويل في جمهورية السودان. نحيي ونترحم على الموجودين في القبور، ولكن أرواحهم ترفرف بيننا الآن، هي دقيقة صمت على أرواح الشهداء. كان مقررا لهذه الفقرة أن تكون كلمة القوى السياسية، لكن سنتأخر قليلا. نرحب بلجان المقاومة، الثائرين والثائرات، مدنية، خيار الشعب، حرية، سلام، وعدالة، لكل شهداء بلادي، لكل لجان المقاومة، ولكل الصامدين داخل
السودان، لكم التحية ولكم المحبة ولكم السلام. فليتفضل عبد الرحيم علي إلى هذه المنصة. أهلا ومرحبا بك. حرية، سلام وعدالة. خالص التحية لشعبنا المناضل ومجدا لشهداء وجرح الوطن الكبير السودان. الحضور الكريم بمختلف مقاماتكم، وبعد التحية والسلام يسرنا أن نرحب بكم اليوم في هذا اللقاء التأسيسي التاريخي الذي يجمع بين ممثلين من مختلف الأطياف الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية لكل شعوب السودان. إن تنوعنا الديني والثقافي والاجتماعي هو إرث الأجداد، وهو ما يشجعنا على التمسك به لبناء هوية سودانية عبر تعاقدنا الاجتماعي الذي يجمع ولا يفرق بين السودانيين. هذه التنوعات هي مصدر الثراء والتميز وبناء نهضتنا الوطنية. هذا الوطن الجميل والجريح بفعلنا وفشلنا التاريخي تشكل عبر التنوع في الثقافة والتقاليد والدين. نكتفي وغيره. مشاهدينا بهذا القدر عن نقل المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية تقدم. أعلن الدفاع المدني في غزة ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على مخيمات نازحي رفح على 40 شخصا وعشرات المصابين. وقالت صحة غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بمنطقة ادعى بأنها آمنة، مخلفا بذلك عشرات القتلى والمفقودين. وأضافت أن طواقم الإسعاف عاجزت عن نقل قتلى وجرحى استهداف خيام النازحين لعدم وجود مستشفى في رفح يستوعب الضحايا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت عددا كبيرا من القتلى والمصابين. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الخيام تقع في مخيم نزوح أقيم حديثا بمنطقة شمال غرب رفح، مبينة أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو 8 صواريخ على الخيام، وأن من كانوا بداخلها احترقوا حتى الموت. هذا ورصدت قناة الحدث أثر احتراق خيام النازحين في رفح جراء الغارة الإسرائيلية، فضلا عن عمليات البحث عن الضحايا. من جهتها وضعت وكالة الأونروا شارة سوداء على شعارها على منصة إكس، وقالت إن المعلومات الواردة من رفح عن المزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة، واصفة غزة بأنها جحيم على الأرض، وأن ما حدث الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك. وقالت الوكالة إنها فقدت خط اتصالاتها مع موظفيها على الأرض، مبينة أنها غير قادرة على تأكيد موقعهم. وأعربت عن قلقها على سلامتهم وجميع النازحين الذين يحتمون في هذه المنطقة، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن ولا أحد في أمان. من جهتها اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل باستهداف مركز للنازحين عمدا في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وقالت في بيان إن ارتكاب الجيش الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية. وطلب البيان المجتمع الدولي بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. قالت الفصائل الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفذ مجزرة شمال غرب مدينة رفح في منطقة قال إنها آمنة، مضيفة في بيان نشرته حركة حماس أن تلك الجريمة انتهاك صارخ وفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية. وحملت الفصائل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية، واصفة إياها بأنها شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح لاستمرارها في الدعم العسكري لإسرائيل.
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي إن الإدارة الأمريكية على علم بالهجوم على رفح الفلسطينية، مضيفا أن البيت الأبيض يجمع المزيد من المعلومات حول الغارة غارة رفح التي شنها الجيش الإسرائيلي على مجمع لحماس في رفح، والذي قتل فيه 2 من كبار أعضاء مقر حماس بالضفة الغربية. قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيبي بوريل إنه يجب تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر الأسبوع الماضي بشأن غزة، وأضاف بوريل أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية التي طالبت محكمة العدل الدولية بوقفها، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث كيفية التعامل مع تنفيذ حكم العدل الدولية بشأن غزة. وكشف بوريل أنه ومن خلال مناقشة إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في رفح فهي مطروحة على الطاولة. قالت منظمة مراسلون بلا حدود، قالت إن عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة تجاوز 100 صحفي. وأضافت المنظمة أنها رفعت شكوى ثالثة أمام الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد صحفيين فلسطينيين، في مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بإجراء تحقيق في مقتل 9 صحفيين فلسطينيين على الأقل بين 15 من شهر ديسمبر والعشرين من شهر الحالي. وأشارت المنظمة إلى أن لديها قناعة تستند إلى أسباب معقولة لاعتبار أن بعض الصحفيين قتلوا عمدا بغزة. أفادت مراسلة الحدث باستهداف غارة إسرائيلية لدراجة نارية في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط أحدى مسيراته في جنوب لبنان، وفيما أكد إطلاق تحقيق بالأمر قال إن لا خوف من تسرب معلومات عسكرية من المسيرة. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عدة مباني تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان في منطقة يارون ومقاتلي الحزب في بلدة حولة. وأشار البيان إلى أن الأهداف التي ضربها الجيش شملت منشأة لتخزين الأسلحة في ميس الجبل وبنية تحتية عسكرية بالخيام. أيضا وصباح اليوم أعلن حزب الله استهداف موقعا في مستوطنة مرج اليوت، فيما أكد مراسل الحدث بإصابة مبنى وقع فيه أضرار مادية جسيمة. بهذا نصل بكم إلى ختام هذه الجولة دقائق، وتنضم إليكم الزميلة هاني الجهني. إلى اللقاء.